بس الآب والإب والروح القدس إله واحد آمن. أحبائي أهلا بيكم، هنكمل بنعمة ربنا النهاردة تأملاتنا في المزامير، وهنتكلم عن المزمور 17 في صلاة باكر. هو مزمور اللهم التفت إلى معونتي، يا رب اسرع وأعني، وده مزمور 69. ومن الواضح أن المرتل داود كان في ضيقة عظيمة أو تجربة صعبة في الوقت اللي قال فيه المزمور ده. ممكن تكون وقت مطاردة شاول الملك ليه، أو وقت هروبه من ابنه أبشالوم، أو وقت تجربة روحية ضد الخطية. هنلاقي قديس أوغسطينوس شرح المزمور ده في يوم عيد الشهداء، لأنه اعتبر أن الكلام ده هو عبارة عن قصيدة بيقدمها الرب يسوع المسيح للآب باسم بأعضاء جسده المتألمين، وخصوصا الشهداء. علشان كده نقدر نقول ان المزمور ده عبارة عن لحن كنسي خاص بالشهداء او خاص بالمتألمين من الخطية، وبيجاهدوا عشان يتخلصوا منها بالتوبة. تعالوا بقى نشوف بداية المزمور، وهي صرخة قوية جدا وعظيمة جدا. فالإنسان في وقت دي المفروض أن يلجأ لربنا وهو واثق بسرعة استجابة ربنا ليه، زي الأب اللي بيسمع ابنه المجروح بيناديله فيجري عليه وياخده في حضنه ويداوي جراحه. ونلاقي أبونا تدرس يعقوب بلطي بيقول الصلاة النقية هي أسرع رسالة يمكن أن ترتفع من القلب إلى السماء، وفي لمح البصر تنعم بالاستجابة الإلهية أكثر مما تسأل وتفوق ما تطلب. بيؤمن المرتل داود النبي ان ربنا هيستجيب ليه ويخلصه من كل الاعداء اللي بيضايقوه، فبيقول ليخزى ويخجل طالب نفسي وليرتد الى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما. وبالنسبة لينا احنا كمان لازم يكون عندنا ايمان ان ربنا هيخلصنا من الشياطين اللي بيتعبونا في الخطية، وان ربنا هيخزيهم. اما الابرار واللي عايشين في مخافة ربنا فيفرحوا ويتهللوا، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين بحب خلاصك فليتعظم الرب. ونلاحظ هنا حبيبي ان داود النبي بيقول كل حين، فمفيش اي ضيقة او الم او معاناة تقدر تبعدنا عن صلاتنا وتمسكنا بمخافة ربنا. ونقول فليتعظم الرب زي بيقول القديس بولس الرسول، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ بنتين مزمور نهاية كلها اتضاع ومسكنة. فبنلاقي مرتل داود بيقول وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ. بيعلن داود احتياجه المستمر لربنا، ان ابليس مش بيسكت ولا بيهدى ابدا، وعلى طول بيحارب زي ما الكنيسة بتصلي بصلاة الأجبية وتقول يا رب أنت تعرف يقظة أعدائي وضعف طبيعتي، أنت تعلمه يا خالقي، لأني هأنذا أضع روحي في يدك فأسترني بأجنحة صلاحك. فتعالوا بقى يا حبايبي لما نيجي نصلي المزمور ده، اعتبر نفسك بتجري ناحية ربنا وانت مجروح وبتنزف، اعتبر نفسك بتغرق بتحاول تسرق للمنقذ بتاعك. وصدقني يا حبيبي، صدقيني يا بنتي، هتلاقي ربنا بيطبطب على قلبك وبيطمنك ان مهما كان تعبك وألمك هو حاسس بيه وهيستجيب، هيستجيب في الوقت المناسب. وحتى لو كانت الاستجابة مش وقتها دلوقتي، إلا انه هيملك سلام عجيب. ربنا يا حبايبي يكون معاكم، يحافظ عليكم ويفرح قلوبكم. أشوفكم الحلقة الجاية.